نظم المجلس الأعلى للبيئة فعاليات مؤتمر الاستثمار المستدام لأجندة 2030 في الصناعة الخضراء، والذي أقيم بالتزامن مع أنشطة وأعمال المؤتمر 18 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي تستضيفه المملكة منذ 11 من الشهر الحالي. مؤتمر الاستثمار المستدام للأجندة 2030 في الصناعة الخضراء جاء كمنصة صالت فيها وجالت عناوين وتساؤلات بيئية ارتبطت ارتباطا كليا بطبيعة الاستثمارات الذكية في التكنولوجيا الخضراء، والتي لها أفضل المساهمات العميقة في ديمومة محرك التنمية المستدامة وولادة أفكار بناءة في مجال الابتكار والريادة الموجهة خصيصا للدفع بالصناعات الرائدة نحو الإنجاز. اليوم دعينا أكبر الشركات اللي موجودة في البحرين، ودعينا خبراء من الأمم المتحدة لتثقيف المجتمع البحريني والصناعات البحرينية حول أفضل ممارسات في هذا المجال، وخصوصا لتشجيعهم في الاستثمارات النظيفة. اليوم احنا طبعا نعيش في عصر اعتقد كل الاستثمارات اللي موجودة في البحرين غالبيتها صديقة للبيئة، وما في اي استثمار بيكون موجود الا بموافقات بيئية من خلال تقويم دراسة الاثر البيئي. طرق حديثة طفت الى السطح اثبتت قدرتها على امكانية توظيف الصناعة الخضراء في مجال الطاقة تحديدا. عندك مشروع تحديث المصفاة في مثلا في بابكو، من الأساسيات تحديث المشروع هي صناعة الخضراء والبيئة، فمن الركائز المشروع ان هذا يكون ان جميع اللي نسويه بيكون مطابق المواصفات العالمية. فالمشروع حاليا اكثر من 30% في حيث التنفيذ. حكاية اخرى تبنى فصولها عبر تبيان الفرص التجارية الملموسة في الاستثمارات البيئية. نعم نحسن البيئة، لكن هي فرص استثمارية واعدة، ودي بتدير أرباح كثيرة جدا لكثير من الدول التي اتجهت في هذا المجال. فلذلك في مملكة البحرين هناك اهتمام كبير جدا بتحسين البيئة وإيجاد فرص استثمارية للشباب، وطبعا لما نحن نخلق فرص استثمارية للشباب في هذا القطاع الواعد سوف تخلق فرص استثمارية لشباب آخرين. فنحن بنحسن البيئة، وطبعا ده يعني من أساسيات المجلس الأعلى للبيئة بالشراكة معنا احنا منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عبر مكتبها لتروية الاستثمار، انه هذه الفرص سوف تساعد في تحسين البيئة للصناعات القائمة والصناعات القادمة، وفي نفس الوقت تدور أرباح على المستفيدين منها الاستثمارات. مواضيع جلسات نقاشية دارت حول كيفية معالجة القضايا البيئية الإقليمية كندرة المياه وإدارة النفايات والتغير المناخي والتلوث، إضافة إلى التطرق لموضوع الاستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة والاستثمار في كفاءة الموارد، إلى جانب الاسترسال في مناقشة تطبيقات ريادة الأعمال والابتكار في الصناعة الخضراء وغيرها من العناوين ذات الصلة. رؤية استشرافية تعي أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء، وتقدر فعليا ذلك الدور الذي تلعبه صناعتها في إحداث تأثير إيجابي وملحوظ على حيوية تنمية مستدامة شاملة وتحقيق منفعة اقتصادية عادلة تطال فئات المجتمع ككل. لتلفزيون البحرين، محمد رشادات.